إن الكثير من البشر تجعل الأحلام والرؤى متحكمة في حياتها بل وفي مستقبلها أيضا، ويولع الكثير منهم بتتبع كل حلم يراه أو رؤيا يرزق الله بها، ويساعدهم في هذا ما يفهمونه من بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تجعل الرؤى مكان في الشريعة دون بيان لحدود تلك الرؤى ومعايير التعامل معها بنوع من الإنصاف دون مزايدة أو نقصان. بل يظهر علم النفس أهميتها النفسية في حياة الإنسان، ولكن الإشكالية تبرز في توسيع مساحتها في حياة الإنسان والتعامل معها بنوع من الصرف والهوس. ويمكن وضع القواعد التي تضبط التعامل مع الرؤى والمنامات وإيضاحها فيما يلي: أولاً، لا أثر للمنامات في الأحكام والشريعة، لأن الأحكام الشرعية مبنية على الأدلة التي تتولد منها الأحكام، أما المنامات والرؤى فلا يترتب عليها أحكام فقهية، وإن وافقت الرؤى بعض الأحكام الشرعية فالعمل في ذلك على اجتهاد الفقهاء وليست الرؤيا ذاتها. ثانيا، الرؤيا الحق لا تخالف الشرع، فكل ما يراه الإنسان في منامه مخالفا للشريعة فلا اعتبار له بالكلية مهما ادعى فيه من الرؤى أو مهما كان الذي جاء في المنام، فإن الشيطان قد يتلبس بالأشخاص الصالحين، والشرع هنا حاكم على كل تصرفات الإنسان وأشياءه في اليقظة وفي المنام. أما ثالثا، فالعمل بالرؤية مشروط، فالرؤية وإن كانت صالحة لابد من توافر بعض الشروط حتى يعمل بها، ومن تلك الشروط أن يكون محل العمل بالرؤية مما يندرج تحت المباح، أو يترك العمل المباح بسبب رؤية على أن لا يكون من باب الاعتقاد، وأن يكون في العمل بالرؤية مصلحة راجحة للإنسان، وأن يعمل بها إذا كانت تبشيرا بخير أو تحذيرا من شر، وأن يكون هناك ما يدعو إلى العمل بالرؤيا. رابعا، المنامات على أقسام، فلا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع كل ما يراه على أنه شيء واحد، فهو إما أن تكون رؤيا من الله يبشر العبد فيه بخير أو يحذره فيها من شر، وإما أن تكون حديث نفسه وهو من حديث العقل الباطن، بحيث ينشغل الإنسان بشيء فيظهر اهتمامه به في منامه وهو نوع من التنفيذ، وإما أن يكون من الشيطان ليحزن الإنسان مما يرى من الشر، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن أهم مقاصد الشيطان مع الإنسان أن يحزنه في نومته كما يحزنه في يقظته، ومن ذلك الكوابيس والأحلام المزعجة. والمقصود من ذلك أن ما كان فيه بشرى للإنسان فهو من الله تعالى، وللإنسان أن يفرح به وأن يبشر به من يحب، لأن لهذا أثرا إيجابيا في حياة الإنسان يدفعه إلى الاستقرار النفسي والعمل والإنجاز والتعايش مع أقرانه في المجتمع، وأن تكون روحه صالحة تحب الآخرين وتسعى إلى تحقيق الإخوة في الله. أما إن كان ما رآه في منامه شرا فعليه أن يصرف نظره عنه ولا يبالي بما رأى، وأيضا لا يقص ما رأى من الشر على غيره فإنها لن تضره. خامسا، لا تأخذ قرارا مصيريا بناء على منام، فليس من الحكمة أن يأخذ الإنسان قرارا مصيريا بناء على ما يراه في المنام، بل لابد عليه من جمع المعلومات حول الموضوع وأن يستشير أصحاب الخبرة والرأي فيه، ثم يصلي صلاة الاستخارة ويقدم على ما يريد، فإن كان الأمر ميسرا فعلامة الإذن التيسير، وإن وجد معوقات فعلامة المنع التعسير. وليس بلازم أن كل من صلى صلاة استخارة أن يرى رؤيا، بل هي ليست شرطا من شروط الاستخارة، فالله تعالى بنى الدنيا على قانون السببية، وقد ورد أعقلها وتوكل، على أن الاستفادة من الرؤى التي هي جزء من النبوة الباقية إنما تكون غالبا لعباد الله الصالحين، وبقدر صلاح الإنسان بقدر ما يرزق التوفيق.
والتوفيق أنواع، فمنه الإلهام الذي يكون في اليقظة، ومنه الرؤى الصالحة التي تكون في المنام، لأن الإنسان الصالح هو في كنف الله في يقظته ومنامه، ثم أن المنام عالم موجود غير منقور، وهو بحاجة إلى استكشاف وتعامل بحكمة دون إفراط أو تفريط. وخلاصة القول إن الرؤى الصالحة لا تنقر، ولكن ما ينبغي الإسراف فيها ولا التعويل على كل ما يراه الإنسان في نومه، فقد تكون رؤيا صالحة أو حلما من الشيطان أو حديث نفس، ويجب أن لا يعول على المنامات في اتخاذ القرارات المصيرية، ولا أن ينبني عليها حكم شرعي وهي في حياتنا كالملح في الطعام.